مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبعد تحديد موعد الجني والاستعداد وتنظيم عملية جني ثمار زيتون، فحلقة اليوم خاصة بعملية الجني والطرق سليمة لقطف المنتوج. وطرق الجني متعددة، منها القطف باليد، ومنها استعمال العصا أو السواس، ومنها استعمال الأمشاط والفيبرورات، ومنها القطف بالآليات الميكانيكية. ولكل طريقة المحاسن والمساوئ ديالها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للطرق التقليدية، الجني باليد طريقة كتساهم على قطف ثمار زيتون بجودة عالية، وكتساعد على الحفاظ على الأغصان ومكونات الأشجار، واللي كتمكنها باش تحافظ على النمو ديالها وكتنقص من مشاكل المداومة في الإنتاج من سنة إلى أخرى. ولكن محدودية الجني باليد مرتبطة بالتكلفة الغالية ليد العميلة. استعمال العصا أو السواس، هذه العملية كتعتمد على استعمال العصا وقت الجني، فهي عملية للأسف باقا كتستعمل في المغرب، وبالخصوص على الأشجار الكبيرة واللي ما كتزبرش في المناطق الجبلية الواعرة. والمعروف باللي استعمال السواس كيجرح ثمار وكيهرس الأغصان، وبهذا كيضعف الإنتاج بسبب الإتلاف الكبير للأغصان اللي عندها دور أساسي في عملية الإزهار والإثمار في السنة، وربما في السنوات المقبلة وازدياد حدة التناوب. والأسف كينتج على هذه الممارسة نقص في جودة الزيت بسبب الأضرار اللي كيسببها الضرب الثمار ونقص في الإنتاج. وإلا كان من الضروري نستعملوا سواس، فلازم نقيوا الأرضية من الشوائب والحب اللي متساقط قبل، ونجنبوا تساقط الثمار على الأرض. وهنا لازم نفرشوا تحت الجر شباكي الخاصة بجمع المحصول ونوصلوه للمعنصرة في نفس اليوم، ونعصروه في وقت ما يتعداش 48 ساعة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وبالنسبة للطرق العصرية، الهزاز اليدوي أو الفيبرور والمشاطي كيمكننا نجنيو كمية مهمة في اليوم بجودة مقبولة للثمار، ونخفضوا من اليد العاملة وتكلفة الإنتاج. ولكن محدودية استعماله مرتبطة بتكوين اليد العاملة وصعوبة المسالك والمنحدرات. فالقطف بالهزاز اليدوي والاستعانة بالمشاطي مع فراش ديال الشباكي الخاصة بجمع الثمار المتساقطة هي الطريقة اللي تمكننا من الاقتصاد في اليد العاملة وتحسين مردودية المنتوج والجودة. وهذه الطريقة كتمكننا بدورها باش نحتافظوا على نمو الأغصان ونقصوا من المشاكل المداومة في الإنتاج من عام. عملية الجني بآلية هزاز الجذع، عملية القطف الآلي وخاصة لثمار الزيتون كتعتمد على عملية هز جذع الشجرة وتحريكها وجمع الثمار اللي كتساقط على شبكات خاصة، وذلك بهدف التغلب على صعوبات القطاف اليدوي وزيادة النقص من تكاليف الجني. ولكن هذه العملية مرتبطة بتكون شجر على جذع واحد اللي سهل الآلة باش تأدي الدور ديالها، وغالبية الأشجار للأسف مكونة على 3 إلى 5 سيقان. عملية الجني بآلية جد متطورة اللي كتجني وكتجمع المحصول وكتزود مباشرة ناقلات خاصة. فالطرق العصرية صبحت كتستعمل فضيعات عصرية مغروسة بأصناف جديدة وبكثافة مرتفعة، واللي كيطبقوا مسار تقنيك يعتمد على المكننة في غالب تدخلات الخاصة بالخدمة ديال الأرض، واعتماد تغذية متوازنة بالسقي المحكم والوقاية المعقلنة. فهاد النظام ديال الإنتاج كيتطلب إمكانيات عالية ويد عاملة مكونة بجانب طاقم تقني خاص، وهنا كيكون المنتوج موجه ومبرمج وكيسهل التحكم في عوامل الإنتاج والمعايير الخاصة بالجودة القبلية في البستان والبعدية في محطات التصبير واستخراج الزيوت. ولكن في المغرب مازال هاد النظام كيمثل نسبة جد ضعيفة لا في عدد المنتجين ولا الكميات المنتجة نسبيا مع المعدل الوطني. وهنا لازم نفكروا نكونوا الغرس الجديد ديال الزيتون بالمعايير اللي كتوالم مع الطرق الحديثة للجني. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، أصبح من اللازم نتفادوا استعمال السواس في الجني، ونظرا لغلاء عملية الجني باليد من الضروري نستعملوا زيادة على المشاطي ديال اليد الفيبرورات اللي أصبحت موجودة في السوق. وباش نقصوا من المصروف ونحسنوا من الجودة، من الضروري نفرشوا الشباكي ونجمعوا الحب ونقلوه في صناديق بلاستيكية خاصة للاحتفاظ على الجودة، ونجنبوا جمع الثمار في الخناشي ونتفادوا التكديس ديالها والضغط بعضها على بعض. ولا بغينا نوجدوا زيت بمعايير الجوده، لازم نعصروا الزيتون مباشره بعد الجني في اجل ما يتعدى يومين. وهنا لازم نتعاونوا جميع ونكونوا الغرس الجديد ديال الزيتون بالمعايير اللي كتوالم مع الطرق الحديثه للجني السليم. والله المعين. مع دقيقه المثمر، اليد في اليد من اجل فلاحه مثمره ومستدامه.